فيديو النهاردة هنتكلم عن لعبة ببجي، الأضرار والمخاطر اللي انت مش حاسس بيها. يلا بينا. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم لايف ستايل دكتور مكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن المشاكل اللي بتواجهنا سواء في صحتنا، شكلنا، عاداتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبان في احسن صوره وننجز شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل سبسكرايب ودوس على زر الجرس عشان ما تفوتكش جديد كل اسبوع. يلا بينا نتكلم في موضوع النهارده، الوباء الجديد بوب جي. عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اعمل حلقه عن موضوع زي ده، موضوع المفروض انه مش مهم، مجرد لعبه. وده الحال لو لقيت الاطفال الصغيره بس هما اللي بيلعبوها، بعد ما يجوا من المدرسه، بعد ما يقوموا بالواجب يضيعوا شويه وقت لحد ما يجي اليوم اللي بعده. بس لما تلاقي شباب وبنات في العشرينات وابهات وامهات في الثلاثينات والاربعينات بيضيعوا وقتهم بالساعات في حاجه زي دي، يبقى لازم وقفه. انا من اكتر الناس اللي مؤمنه بفكره اننا بنحتاج ناخد بريك، نعمل ريفرش، نتبسط ونضيع وقت عشان نجدد نشاطنا وانتاجيتنا وابداعنا. بس برضو انا من اكتر الناس اللي مؤمنة بفكرة ان كتر اي حاجة في الدنيا غلط، بالذات لو حاجة معلش في الكلمة تافهة. طب نحاول نفهم مع بعض ايه الفكرة في انك تاخد بريك اصلا. اول نقطة انك ترجع تقوم قصاده بشغل احسن وبكفاءة اعلى، وده مش هيحصل الا لو بتعمل في وقت فراغك حاجة مفيدة، زي انك تقرأ، تنزل تشوف ناس، تغير جو، تسمع مزيكا، تنزل تتمرن، طبعا لو مش واخد التمرين اسلوب حياه زي ما اتفقنا. تاني نقطه، ودي مبنيه على اول نقطه، قلنا بما انك بتاخد بريك عشان ترجع تقوم مصاب بشغل احسن واكتر وبكفاءه اعلى، ما ينفعش يبقى وقت البريك اكتر من الشغل، كده الموضوع مش لوجيك. طيب احسن ريت هو ايه؟ 5 أو 6 أيام شغل، يوم او يومين راحه. طيب نيجي لبابجي، بتحقق ايه من اللي احنا قلناه ده؟ والاجابه سهله، منتهى ولا حاجه. طيب تعال ناخد الموضوع خطوه بخطوه. اولا انت قاعد ما بتعملش حاجه مفيده لنفسك، انت قاعد بتلعب. طيب يا عم 10 دقايق، ربع ساعه، بومودورو تكنيك، بتغير مود الشغل وبتاع، لا انت حرفيا بتقعد بالساعات ممكن في جيم او اتنين، وتخيل كميه الوقت اللي بيضيع وفي حاجه ملهاش لازمه. ثانيا انت قاعد بتاذي نفسك جسديا وصحيا، قاعد من غير حركه بالساعات، عينيك باصه في الموبايل بالساعات، وضع رقبتك غلط بالساعات، متخيل انت بتعمل ايه في نفسك؟ ثالثا وده الاسوأ بقى، انت مش بس بتضيع وقت فراغك فيها، لا انت كمان بتسهر عليها وبتاخد من وقت نومك، فتاخد من وقتك وتركيزك وانتاجك في الشغل، وكل ده ليه؟ عشان جيم زياده؟ طب بذمتك الموضوع مش سهل؟ نعمه الوقت دي لازم تعرف وتفهم اهميتها كويس جدا. انا شخصيا شايفها في نفس اهميه نعمه الصحه، عشان كده ما كنتش ببالغ لما كتبت لك في عنوان الفيديو ان حاجه زي بابجي ممكن تبقى اخطر من السرطان. ازاي؟ السرطان احنا عارفينه، انما بابجي سرطان جديد، سرطان وقت. موضوع انك مش عارف قيمه وقتك ممكن يبقى مقبول شويه لو انت لسه صغير في المدرسه، راجع البيت، عايز تتبسط وتضيع وقت على قد ما تقدر عقبال ما يبتدي اليوم الدراسي الجديد. بس عمر الموضوع ما هيبقى مقبول لو انت كبرت ودخلت جامعه، او كيس اسوأ من كده، اتخرجت وبدات حياه عمليه. وقتك ده حرفيا اغلى حاجه عندك، ولازم تستغله كويس جدا في انك تعمل حاجه مفيده لنفسك، سواء لجسمك، لعقلك، لمستقبلك. ممكن يبقى اسمه وقت فراغ، بس ده مش معناه انك تخليه وقت تفاهات. اشتغل على نفسك، اتعلم حاجات جديده، انزل اتعامل وشوف الناس، روح اماكن جديده، قوم بتجارب جديده، اتمرن، سافر لو جدول الشغل يسمح لك. صدقني عشريناتك بالذات هي اهم واسرع سنين في حياتك، واللي هتتعلمه فيها هو اللي هيمهد للثلاثينات والاربعينات. لو سالت اي حد كبير في السن نفسك في ايه، 99% منهم هيقول لك نفسي ارجع بالوقت اعمل كذا وكذا. فارجوك ما تضيعش وقتك في تفاهات، واستغله كويس عشان ما ترجعش تندم قدام. وبكده كنت وصلنا نهايه كلامنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو الفيديو فادك باي حاجه اعمل لايك، سبسكرايب، اتفرج على باقي الفيديوهات في القناه، واعمل كومنت تقول لنا وقت فراغ بيمشي ازاي، لعب ولا شغل. وقتك ده حرفيا من ذهب، اعرف قيمته، قدره كويس، استغله لمصلحتك.